على دروب الحياة تسير المركبات حاملة أحلامنا وآمالنا مسرعة نحو آفاق جديدة، لكن ما بين هذه السرعة قد تصبح الطرقات ساحة للخطر ومسرحا لحوادث تفجع القلوب وتطفئ شمعة الأمل. تعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في مجال تعزيز السلامة المرورية، وذلك من خلال سن القوانين واللوائح الصارمة وتنفيذ البرامج التوعوية المكثفة وتطوير البنية التحتية للطرق. في حلقة اليوم سنتطرق لقوانين السلامة المرورية، فتابعونا. حياكم الله مشاهدينا الأحبة. وسط عالم يكتظ بالتنقلات ووسائل النقل، أصبحت اليوم السيارات ووسائل النقل أحد أهم الأسباب التي تمكننا على العيش بسلام في الحياة بشكل عام، ويجب أن تكون هذه الآلة التي نستخدمها تستخدم بالشكل الصحيح والشكل القانوني. لذلك شرع المشرع قوانين كثيرة حول القيادة وحول المركبات وحول سياقة السيارات وغيرها من المواصلات. ينضم إلينا وكعادته اليوم الأحد الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري، محام ومستشار قانوني، يمتعنا أكثر ويعرفنا أكثر على القوانين الخاصة بالسلامة المرورية. صباحات الخير دكتور، وأهلا بك في قهوة الصباح. صباح الأنوار، وأهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله. بك دكتور، وحياك الله معنا في برنامج قهوة الصباح. يعني كالعادة كل أحد نتعرف على موضوع جديد وأيضا نتعرف على القوانين. هنا في بداية هذا الحوار لو نعرف المشاهد الكريم ما هي القوانين الأساسية التي تنظم المرور في سلطنة عمان؟ نعم، كما تفضلت في مقدمتكم، يعني الحاجة إلى المركبات أصبحت يعني حاجة لا يمكن إلى أي أحد أن يستغني عنها، أي كانت وسيلة النقل للتنقل بين الأماكن في ظل التنامي الحمد لله المنطقة وتنامي السلطنة تنامي العمران، فأصبح الحراك بينها يعني بإحدى وسائلها المركبات وبقية وسائل النقل الأخرى التي تستخدم. فلذلك أوجد المشرع المنظومة القانونية التي ترخص آلية استخدام أولا هذه نقول كلها وسائل النقل، كيف يمكن أن تستخدم في الطرقات، كيف يمكن أن نستخدم الطرقات آلية أن نتواجد فيها، نتواجد فيها كسائقي للمركبات، كراكبي مع السائقين، كأيضا مرتادي للطرق عابرين لها بأي كانت الوسائل، حتى وإن كانت الوسيلة غير المركبة وسائل أخرى، كلها نظمها وشرعها في قانون المرور، وبعد ذلك اللوائح التنفيذية لقانون المرور، وأيضا القرارات التي تصدر من خلال معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك. جميل دكتور، ذكرت قوانين المرور. احنا اليوم اذا حبينا ندخل كسؤال، وش أهمية ان نسجل المركبة اليوم في المرور للسلامة المرورية؟ جميل، هي دائما يعني الأصل في انه كل شيء يكون منظما، يعني نبتعد الابتعاد عن العشوائية هي المدعاة للتنظيم، فبالتالي واجب التسجيل لأولا لمعرفة المركبات التي تستخدم في الطريق، ما هي الأطر التي يجب أن تتواجد في هذه المركبة، يعني ما نسمح به كمركبات تستخدم في سلطنة عمان، قواعد استخدام هذه المركبات، هذه المركبة صالحة للاستخدام أصلا يعني لهذا الطريق أو غير صالحة، صالحة للاستخدام بشكل عام لمرتاديها، لذلك وجدت بأن المركبات يجب أن تكون كذا أعمارها، كذا الشروط اللازمة فيها حتى تستخدم وتسجل، وبالتالي التسجيل مدعاة من أجل ترتيب هذا التنظيم. جميل. فيعرف كل شخص بأنه تم تسجيل هذه المركبة، وهذه المركبة الآن وفق القرار الأخير متى تخضع للفحص، ومتى يعني كل ذلك وضع له إطار من أجل حماية أصلا يعني مرتادي هذا الطريق ومستخدمي المركبات. نعم، طيب دكتور، يعني في بعض الحالات يستخدم المشتبه بالمركبة بعد إجراء بعض التعديلات في اللون والشكل والأرقام لارتكاب جريمة ما وأيضا الإخفاء عن هذه الجريمة، ما هي التشريعات القانونية في مثل هذه الحالات دكتور؟ نعم،
يعني هذه بعض الحالات التي كما تفضلت قد تستخدم لارتكاب جريمة ما. نعم. وبالتالي لذلك يعني شدد القانون وأصر في تنظيم قانون المرور وفي لوائحه التنفيذية بأن عليك يا يعني يا أيها المالك لهذه المركبة متى ما قمت ببيعها أو بنقل ملكيتها أو حيازتها بأي طريقة ما إلى شخص آخر أن تعجل في تعريف الجهة المختصة اللي هي إدارة المرور بأنك قمت بنقل هذه المركبة. أيضا ملزم في حالة نقول يعني عدم وضوح أرقام المركبة، تغيير لون المركبة، كل هذه الأطر والقواعد الأساسية ملزم بها مالك هذه المركبة حتى يستطيع أولا أن يحمي نفسه. صح. من استخدام الآخرين السيء لمركبته، وأيضا يجب أن يكون في واجهة يعني نقول في بسلامة آمن نظيف أمام الغير بأن هذه المركبة مجازة ومصرحة. في حالة كما تفضلت يعني نقول ارتكبت هذه الواقعة بطريقة أو بأخرى، الأصل بأنه يعني هذه المركبة مقيدة ومسجلة أجهزة المرور بأرقام معينة بلون معين ومثبتة، فبالتالي في حالة الاشتباه بها سيتم توقيفه ومساءلته. مساءلته هنا في الجانب المروري لأن المركبة خالفت القواعد المرورية، ومساءلته في الجانب الآخر الجانب الجنائي أنه تم استخدام المركبة بطريقة يعني أي كانت الجريمة التي ارتكبت. لذلك حتى لا نضع أنفسنا يعني أمام المساءلة الجنائية يجب علينا أن نحترز من نسلمه، لأنه انتماء هذه المركبة لي أنا. صحيح. وباسمي أنا. صحيح. فبالتالي متى ما سلمتها لشخص معين يجب أن يتيقن من سلامة استخدامها. نعم. يعني لا أسلمها لشخص لا يحمل رخصة قيادة ويقول لي أنه المشوار بسيط من هنا إلى هناك. صحيح. وأنا فقط أعرف أسوق والمسألة بسيطة. ما أسلمها لشخص لا أعرفه. صح. يعني يقول لي يا أخي أنا بس لو تكرمت أريد أروح أجيب الشيء الفلاني، وبالتالي ما أعرف إيش القصة اللي يرتكبها في هذه المركبة. كل هذه القصص يجب أن تكون حاضرة في ذهني. جميل. حتى يعني لا أوضع نفسي أمام المساءلة الجنائية، لأن بعد ذلك عندما يتم يعني ارتكاب أي واقعة، فلنفترض أنها الواقعة يعني أيا كانت وفيها الأداة كانت. نعم. المركبة في أول مساءلة سيتم مساءلة مالك هذه المركبة. لماذا؟ أين كنت؟ عليه عد الإثبات وعليه عب الإثبات أن المركبة ما كانت عندي، فلنفترض أنها كانت أخذت مسروقة معروضة، عرضها في مكان ما للبيع، فبالتالي يجب أن يؤرخ هذه القصة كلها ويثبتها بأنه أنا في الوقت الفلاني هذه المركبة خرجت من حيازتي في حيازة آخرين. واضح. الجميل في طرحك دكتور أنك تلقي الجانب القانوني مع النصيحة العامة في حال ارتكب حاجة معينة. لا يخفى عليك دكتور أن بعض السيارات تتعرض لحادث بسبب خطأ في المصنع، هل نظم المشرع حاجة تحمي مستخدمي المركبة من الأخطاء المصنعية في السيارات؟ نعم نعم، نظمها في عدة منظومات قانونية، ومنها يعني كما تشاهدون أيضا في الكثير من دائما الجرائد والصحف والإعلانات. نعم. بأن هيئة حماية المستهلك تدعو ملاك. صحيح. المركبات لكذا كذا كذا لهذه الفئة. بالضبط. من النوع من المركبات إعادتها إلى الجهة المختصة الوكالة اللي هي خرجت منها. لماذا؟ لاكتشاف عيب مصنعي. يا سلام. بعد أن يتم إثباته أمام الهيئة المختصة أو أمام القضاء أو أمام الجهات المعنية بأن هنالك عيب مصنعي، فبالتالي ألزم يعني وفق الجهة التشريعية بأن يقوم بمعالجة هذا العيب المصنعي. فبالتالي متى ما وجد، متى ما تم إثباته، المنظومة القانونية بشكل عام تحميه. بالنسبة للمنظومة المرورية طبعا أوجبت عندما يتم نقول الترخيص لاستيراد السيارة أو المركبة الفلانية بداية من التسجيل الأول أن تتم وفق المعايير والأطر التي وضعتها المنظومة التشريعية العمانية، فبالتالي لا يمكن أن تجاز إلا بعد أن تجتاز هذه الفحوصات جميعا. جميل. طيب دكتور من وجهة نظرك أيضا كيف تساهم التقنيات الحديثة مثل الكاميرات وأنظمة المراقبة في تحسين السلامة المرورية؟ طبعا لها دور كبير جدا، لأنه البعض يعني سواء كان هذه يعني مشكلة حقيقة في القيادة بأي كان أي كانت، اللي هي أن تنزرع في الشخص الثقة التام
في أني أنا واثق من قيادتي، واثق من وما أحتاج حزام الأمان، ما أحتاج أني كذا، لا عادي بسيطة أنا أستطيع أني أستخدم الهاتف وأرد، والآن أستطيع أني أرسل رسالة بس بسيطة. ما يعرف أنه في غفلة من الزمن، لحظة من الزمن صحيح. قد يعني تتسبب له في كارثة. لذلك أوجدت المنظومة المرورية ما فقط من أجل رصده كمخالف، لا، حماية الآخرين من يعني عدم التزامه واحترامه للقواعد المرورية. فبالتالي وجدت الكاميرات اللي هي بالتقنية الحديثة التي تستطيع أن تراقب، فإن لم تردعه يعني من نفسه الإلزام باحترام هذه المنظومة القانونية، إذن يلزم بإيجاد المخالفات الرادعة من أجل أن يلتزم بهذه المنظومة القانونية. جميل. دكتور، كسؤال أخير، إحنا الآن مقبلين على شهر 7، مباشرة يبدأ خريف ظفار، والكثير من السيارات بالآلاف تنطلق من الشمال إلى الجنوب. هنا اليوم يجب أن يستمع المشاهد الكريم إلى كلمة تخص القيادة في هذه الطرقات، سواء كانت من ناحية السلامة المرورية أو أيضا القوانين التي شرعها المشرع. نعم، جزاك الله خير. حقيقة يعني فعلا موضوع يجب أن نذكر به، لأنه مقبلين على فصل الخريف، ويعني وفق العرض الذي استمعنا له بإذن الله موسم جميل جدا، وأيضا مددت فترته. نعم. فبالتالي نتصور بإذن الله أن يكون المريدين كثيرين. لذلك سيستخدمون يعني هذا الطريق الغالب العام، يحب أن يستخدم الطريق البري. لماذا؟ لاحتياجه للمركبة هناك أثناء تواجده في الخريف. فبالتالي يجب أن نتيقن أولا من الطريق المحدد، لأنه في عدة طرق فرعية وأشارت لها الجهات المختصة بأنه الأسلم لكم يعني استخدام الطريق الفلاني المحدد بنوعه وطريقته. لماذا؟ لأنه جاهز ويعني معد وفق الأطر السلامة العالمية. أيضا يعني يجب أن لا نستهين بأنه الطريق طويل وخالي، وبالتالي أنا ما الذي يمنعني في اني يعني السرعه تكون خرافيه حقيقه، يعني تتجاوز ارقام. ليش؟ لانه اريد ان اصل بسرعه. لا، يجب ان اضيف هذا الخط في انه في برنامج رحلتي انا لي في هذا الخط، لي مفروض انه وفق الاطر ان تكون كل 3 ساعات كل كذا اتوقف. جميل. من ضمن جميل. هذه الوقفه استراحه، واخذ القهوه والشاي، استمتع بتواجدي في هذا الخط، بانه ما يعني معناته انه كل ما زادت السرعه اقصر هذه المده. لا، ليش؟ لانه اي اصابه لهذا الاطار تؤدي الى كارثه. وللاسف يعني في الكثير من السنوات الماضيه سمعنا للكثير من الكوارث التي بسبب هذه السرعه الزايده. فبالتالي يجب ان نستمتع، لانه جايين احنا لهذا المكان من اجل للمتعة. أن نستمتع وللاستفادة منه. جميل. شكرا لك دكتور أحمد بن سعيد الجهوري، محامي ومستشار قانوني، شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لكما، ونلقاكما على خير. شكرا. مشاهدينا نستمر معكم، إذا لكل من ناوي أن يروح إلى محافظة ظفار نتمنى له درب السلامة إن شاء الله. كونوا معنا.